هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس النهاردة يكون حار نهاراً على أغلب الأنحاء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وحيكون معتدل الحرارة بالليل. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير دكتور محمود، أهلاً وسهلاً. صباح الخير بحضرتك أستاذة منة وعلى كل السادة المشاهدين، أهلاً بحضرتك. أهلاً وسهلاً بيك. الجو النهاردة كان حر الصبح، يا ترى هيستمر معانا على مدار اليوم؟ طبعا خلاص، احنا الفترة الأولى دي دايما بنقول من فصل الخريف، هي فترة التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وده أمر طبيعي. خلال الفترة دي هنلاقي تذبذبات طفيفة في درجات الحرارة، أيام بنلاقي درجات الحرارة انخفضت أقل من معدلاتها الطبيعية، أيام تانية بتكون ارتفعت بمعدل درجة لدرجتين، وكمان تذبذب في نسب الرطوبة، بعض الأيام بنلاقيها انخفضت بشكل ملحوظ، وأيام تانية بتكون نسب الرطوبة مرتفعة نسبيا. يمكن اليوم تحديدا درجات الحرارة على القاهرة متوقع أنها تسجل 33 درجة مئوية، ومع ارتفاع نسب الرطوبة بنشعر بها وكأنها 34 درجة مئوية، لكن إجمالا لا زال الطقس حار على أغلب مناطق الجمهورية من ضمنها القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وحتى محافظات شمال الصعيد. شديد الحرارة على المحافظات الجنوبية. طبعا يمكن النهاردة تقريبا نسب الرطوبة ارتفعت بمعدل طفيف جدا، وكانت سرعات الرياح خلال ساعات الصباح الباكر مش عالية، ده كان هو السبب في إحساسنا بحالة من الدفء نسبيا مقارنة بالليالي الماضية. ودايما بنقول انه خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر بتكون الأجواء معتدلة من حيث درجات الحرارة، ده بالنسبة لدرجات الحرارة اللي مكملة معانا اليوم، ودي مكملة معانا حتى الغد أيضا. درجات حرارة هتكون في حدود 33 بالنسبة للقاهرة الكبرى، لكن الخرائط بتشير أنه بعد منتصف الأسبوع هتبدأ تنخفض درجات الحرارة عن اليوم بمعدل درجتين إلى 3 درجات تقريبا، هتوصل العظمى على القاهرة بعد منتصف الأسبوع الحالي ل 30 درجة مئوية، ومع ارتفاع نسب الرطوبة بشكل طفيف هنشعر بها وكأنها 31 درجة، يعني إجمالا أقل من اليوم بمعدل درجتين تقريبا. والرطوبة دي هتفضل مرتفعة مستمرة معنا لغاية إمتى؟ هي الرطوبة طبعا هي مش مرتفعة بالشكل الكبير، لكنها مرتفعة بشكل نسبي، وهي أقل من الرطوبة اللي كنا بنسجلها في فصل الصيف على كل حال. لكن بوجه عام كل ما تقدمنا في فصل الخريف المفترض ان احساسنا بالرطوبه بيقل بسبب تكون بعض المنخفضات الجويه في طبقات الجو العليا، وبسبب وجود نشاط الرياح النسبي اللي بيكون موجود. كل العوامل دي بتقلل احساسنا بنسب الرطوبه بشكل تدريجي كل ما تقدمنا في فصل الخريف ان شاء الله. من يومين كنا بنتكلم في انه يعني ممكن ناخد معانا جاكيت خفيفه اثناء النهار واثناء ساعات الليل المتاخره، اعتقد ان احنا مش في المرحله دي في الاسبوع ده. بالتاكيد لسه طبعا الملابس حتى الان هي بننصح باستمرار الملابس الصيفيه سواء خلال ساعات النهار او خلال ساعات الليل، مش هنقدر نتكلم على تغيير نوعيه الملابس او اضافه قطع اضافيه خلال ساعات الليل او الصباح الباكر إلا بعد مرور منتصف شهر 10 على الأقل، نبدأ نشوف وقتها وهنحدد على حسب التوقعات وعلى حسب الحالة الجوية. لكن حتى الآن الملابس الصيفية بشكل كامل سواء بالنسبة للكبار أو بالنسبة للصغار. اليوم تحديدا كمان في فرص لشبورة مائية قد على شمال الجمهورية زي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ممكن تبقى كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ومناطق من شمال ووسط الصعيد. يمكن اليوم كمان الرياح معتدلة على أغلب مناطق الجمهورية بتنشط أحيانا، ونشاط هذا بيكون ملحوظ على مناطق من السواحل الشمالية الغربية لمصر زي السلوم ومطروح والعلمين وحتى اسكندرية، بتوصل سرعات الرياح على مسطح البحر الأحمر على الشواطئ الشمال، الرياح بتنشط على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط بتوصل ل 50 كيلومتر على الساعة، وده بيؤدي هناك لارتفاعات الأمواج لحوالي 2.5 المتر على الشواطئ اللي ذكرناها وهي مطروح والسلوم والعلمين واسكندرية. كمان اليوم في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من أقصى الشمال الغربي لمصر عند السلوم ومطروح،
بكره مستمر معانا ارتفاعات الامواج على الشواطئ الشماليه، شواطئ البحر المتوسط اللي بتوصل بالفعل ل 2.5 المتر، ومستمر معانا كمان فرص الامطار بكره على اغلب السواحل الشماليه لمصر وبعض محافظات الوجه البحري، كلها امطار خفيفه غير مؤثره تماما كعاده الفتره دي. زي ما دايما بنقول هي فتره تقلبات جويه حاده وسريعه. أكيد، كل الشكر ليك دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبتدي كالمعتاد بالقاهرة، العظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمة الإدارية 33-22، الإسكندرية 29-23، العالمين الجديدة 28-22، مطروح 29-23، دمياط 30-25، بورسعيد 30-26، والإسماعيلية 33-22، السويس 33 والصغرى 23، العريش 30-22، كاترين 29-14، طابة 31-24، حلايب 34-27، شلاتين 36-27، شرم الشيخ 35-26، والغردقة 35-26. الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 21، بني سويف 33-20، الوادي الجديد 36-23، أسيوط 34-21، سوهاج 35-22، قنا 38-25، الأقصر 38-24، وأسوان 38-25. قنا والأقصر وأسوان بيسجلوا أعلى درجات حرارة النهاردة، لكن إن شاء الله يمكن لانخفاض نسبة الرطوبة يحسوا بدرجات الحرارة مش بالقوة اللي مسجلاها الأرقام اللي موجودة معانا. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نرجع ليه شاذلي وجمانة نكمل معاهم باقي أخبارنا وفقراتنا. اتفضلي شاذلي. شكرا ليك يا منى.